السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتم بتشاهدونا، دائما إحنا بنكون سعيدين وإنتم معانا على قناة السودان 24 الآن، وهي ضمن قنوات سعودية 24، ليست لها علاقة بقناة سودانية 24 اللي بتبث برامجها من السودان. إحنا قناة السودان 24 الآن دائما بتحصل اللخبطة دي، بنحب ننوه دائما على إنه إحنا برامجنا بتبث من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. سهرانين معكم يوميا الساعة 12 كوميك وناهد، دائما هم في انتظاركم. أهلا بكم، مرحب مرة تانية، وأهلا بك إبراهيم. مساء الخير. مساء النور عليك. كيف تمام؟ تمام الحمد لله. مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سهرانين وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم، ودائما بنقول لكم آراءكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله تستمتعوا بسهرة جميلة إن شاء الله. أهلا بضيوفنا داخل الاستوديو، ونحن سعيدين بوجودكم والله. أهلا بكم بروفيسور مصطفى زهير محمود الحسن، بروفيسور واستشاري علوم الأشعة والتشخيص الطبي بالموجات فوق الصوتية، قسم علوم الأشعة والتصوير الطبي، كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ ناهد، سعيد جدا بالاستضافة، وأتمنى أنه نقدر نقدم ما يليق بالقناة وسمعتها وما يفيد المواطن السوداني إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بك. أهلا كمان بالدكتور أنور مصطفى هلال، دكتوراه علم الحاسوب كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات جامعة الدرمان الإسلامية، أيضا محاضر بقسم الحاسوب وتطوير الذات عمادة السنة التحضيرية جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز محافظة الخرج المملكة العربية السعودية. سيرة عطرة ومشوار جميل وطويل، وشكرا لكم كثير على حضوركم الاستوديو. الله يبارك فيك. شكرا أستاذ ناهد، شكرا ريم كوميك على الاستضافة وفي هذه القناة، ونتمنى أن نقدم ما يفيد البلد والغنى إن شاء الله. نحن سعيدين بكم وشكرا لجيتكم لنا هذا اليوم. إذن أخبار سهرانين، الأخبار اليومية على سهرة سهرانين. استقبل وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الأمنية والشرطية. وأكد السفير السعودي على ضرورة استمرار التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، مشيرا إلى أن هناك دورات تدريبية لرفع الكفاءة وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة. بن جعفر يستقبل وفد هيئة شؤون الأنصار. استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر وفد هيئة شؤون الأنصار بحزب الأمة القومي برئاسة الأمين العام عبد المحمود أبو. وامتدح الوفد مواقف المملكة الداعمة للسودان ودورها في تحقيق السلام ودعم الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وثمن الوفد جهود المملكة وحرصها على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تنهي أزمته السياسية. هذه هي أخبار هذا اليوم وسهرانين. نتابع مع ضيوفنا إن شاء الله، بس حنسمع نشوف الكنترول مجهز لنا شنو اليوم للضيوف. ونرجع نتواصل معكم تاني، خليكم معنا. هذا أنا محمد السوداني، جيت أحكي عن الملك السلماني، عن ابنه محمد الممجد، الحزم والسلام والأمان. المملكة الفتية مجدا به تعيش مدى الزمان. ولي عهده
أنتم بها الحزم ورعاني ملكا من القوي المستعان آل السعود آل الكرم والهوة عدونا دايما بهم يعاني عزاها يا محمد السوداني لتحمي عني المالك السلماني هنا من أرض الخير والإيمان للمملكة ومليكها التهاني للمملكة وشعبها السعودي أرسل لهم رسالة السوداني المملكة في قلبه يحويها فوق العلا اسما كبير عالي هدي بن سلمانكم تعيشوا كما تبون كما تمنيتم عزاها يا محمد السوداني لتحكي عني المالك السلماني عزاها أنا سولنا أنا مشاهدينا الاعزاء شكرا 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 للشاب الجميل الاغنيه دي عندها وقع خاص بالنسبه لنا احنا بنحبها شديد جدا أيوة. يعني الاغنيه بجد يعني هي يعني هو العلاقات السودانيه السعوديه علاقات متجذره علاقات قويه جدا جدا اخاء وحب منذ الازل يعني فما بعيد انه يكون في فنان سوداني بيغني قال انا هذا محمد انا هذا انا محمد السوداني فنان محمد عيسى ذكي جدا بصراحه يعني ودي واحده من العلاقات الثقافيه بين السعوديه فأنا بتمنى إنه الخط يمتد زيادة. الفنون بتفعل فعل السحر أيوة. يا إبراهيم. على مستوى الاقتصاد على مستوى السياسة العلاقات قوية جدا لكن إن شاء الله أنا بدعو الشباب إنه يقووا العلاقات الثقافية كمان. لأنه دي نموذج يعني. يعني فعلا إحنا معولين على الشباب في الفترة الجاية دي فعلا لأنهم عندهم طموحات وأفكار بجد يا إبراهيم حاجة جميلة يعني إحنا يعني كل ما نشوف ما شاء الله. واحد من الشباب يعني هذه الغنية دي ممكن تلتقط جزء منها كثير جدا وتتقطع على تيك توك على أي مكان وتقلد يعني دي كلها بتدل على الأخاء والحب والفنون بتفعل فعل السحر طبعا أنا بسميها مبادرة قوية جدا أو بداية مبادرة نعم لأنها تفتح علاقات ثقافية فنية أيوة فنية سودانية سعودية وإن كان في فنانين أو في سعوديين يعني بيغنوا برضو سوداني بطريقة جميلة جدا جدا بيحبوا حاجاتنا السودانية عبر السوشيال ميديا برضو كمان في كمية من الشباب اللي هم حبوا اللغة حبوا اللهجة السودانية وبيجوا يتداولوها بيناتهم وكانت منهم جميلة جدا نعم. نحن سعيدين بكم والله يا أخي في الاستوديو لكن دارين نعرف بروف المفهوم الاستراتيجي للتحول الرقمي نعم دارين نفهمه لنا طيب ممكن قبل ما تفهموا أنا بس دار أعرف بروف ده عندنا زمان معليش المخرجين برضه انا حاسال لانه بروف ده عندنا زمان بيكون حاجه كبيره احنا لما استاذ تجاني سلمنا الاوراق دي الصباح فبجد يعني في التنسيق بروفيسور خلاص معناه حاجه كبيره صحيح. وريني الفرق ما شاء الله يعني انت لسه صغير وكده لكن عايزين نعرف البروفيسور يعني هسه احنا نتوقع انه مثلا ثاني يكون ما كبير شيء اشكرك على تحت الفرصه مره ثانيه عشان اعرف نفسي بصوره افضل انا بروفيسور مصطفى زهير محمود لي 15 عام اعمل في حقل التعليم فوق الجامعي ما شاء الله والجامعي كذلك تخرجت من جامعه السودان كليه علوم الاشعه الطبيه في العام 2003 والتحقت كمساعد تدريس بنفس الجامعه في العام 2005 في العام 2007 او 2006 الحمد لله تمكنت من انهاء درجه الماجستير في تخصص التشخيص الطبي بالموجات فوق الصوتيه من جامعه الزعيم الازهري
بعد ذلك تم ترقيتي لمحاضر في الجامعة، وفي العام 2010 بحمد الله أكملت درجة الدكتوراه في تخصص التشخيص الطبي بالموجات فوق الصوتية. بعد كده تم ترفيعي لدرجة الأستاذ المساعد. العام 2011 انتقلت للعمل بالمملكة العربية السعودية جامعة الأمير سلطان، وفي العام 2015 تم ترقيتي لمرتبة الأستاذ المشارك. في شهر مايو من العام 2020 اللي هو العام الماضي بحمد الله تم ترقيتي إلى مرتبة البروفيسور. من خلال هذا السرد أنا قصدت منه أنه أحكي الآلية اللي بيتم بها عملية الترقية، حيث أنه الترقية في الماضي ما كان بتقوم على المعايير اللي موجودة اليوم. يعني معايير اليوم في السودان لو اطلعت على المعايير الموجودة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، هي معايير قائمة في اتجاهات أربعة. الاتجاه الأول فيها التدريس، والاتجاه الثاني الجانب الإداري في عملية التدريس نفسها، ومضاف لكده مسألة البحث العلمي وخدمة المجتمع. وتراكات الترقية نفسها مختلفة في السودان، فممكن أنت تترقى بالبحث المميز، أو تترقى بالبحث المميز بالبحث والتدريس، أو تترقى بالبحث والتدريس والخدمة الطويلة الممتازة. فأغلب الترقيات في الماضي ما كان بتقوم على الأساس ده، لأنه فرص البحث العلمي نفسها ما كانت متوفرة. المينتاليتي الجديدة لعملية التعليم نفسها اختلفت وكده، والفرص بتاعت البحث العلمي والنشر العلمي المتميز يعني أصبحت متاحة في الإطار الرقمي. وبحمد الله يعني لي نشر متميز قرابة 100 ورقة علمية في مجال التخصص، فيمكن ده يعني بيقدر يوريك الفروقات بقت كيف. يعني احنا كلنا طبعا مدركين تماما للدكتوراه والأستاذية بيدوها هناك، يعني شبيهة بصندوق بتلموا أربع دكاترة بيدوها لواحد. فمرحل زي ده احنا كلنا محتاجين له فعلا، يعني لأنه بيجيني انت يعني قوي جدا ما شاء الله، مسيرة طيبة ومسيرة عطرة إن شاء الله ربنا يزيدك كمان وكمان إن شاء الله. وفخر بالنسبة لنا نحن كونك تكون تتمرحل المراحل دي الحمد لله بحقك. الله يجزاك ألف خير. الاجتهاد هو يعني الإصرار والعزيمة والاجتهاد هي كلمة السر يعني، والإيمان بالمقدرات والرغبة في التغيير وصنع الأفضل. يعني في دولة زي المملكة العربية السعودية الإمكانيات متاحة جدا، وبرضو أنا ما بلغي باللوم على الأساتذة في السودان أبدا، لأنه حاجز الإمكانيات كمان يصنع الفرق. الوصول لقواعد المعلومات والبيانات والإمكانيات المالية في أنك أنت تنشر، بحمد الله سبحانه وتعالى الأمر هنا موفر كثير جدا في المملكة العربية السعودية. وإذا جات فرصة من خلال اللقاء أنا حشير لنقطة أنه يعني مثلا جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز فيها تمويل بحثي سنوي يصل إلى 16 مليون ريال، هذه يعني قيمة مالية ضخمة بتقدم لنهضة الأبحاث. فالفروقات كبيرة، البون شاسع ما بيننا وما بين السودان، ونتمنى أنه بلدنا يعني تكون عندها فرصة أفضل في المستقبل. برضو نجيك تاني راجعين للمفهوم الاستراتيجي للتحول الرقمي. خليني أفسر المفهوم ده في إطاره العام اللي هو إطار التحول الرقمي نفسه. إطار التحول الرقمي يعني أو مسألة التحول الرقمي بنقصد بها في إطار العام أنه نحن نقدم خدمة متميزة، خدمة فيها نوع من الكفاءة العالية، فيها نوع من الراحة لطالب الخدمة، وفيها نوع من التقليل للجهد، سواء كان الجهد البدني أو الجهد اللي مبذول في الزمن أو جهد التكلفة المالية نفسها. يعني إذا عندنا مؤسسة حكومية بتقدم الخدمات بتاعها في الإطار التقليدي، بنشجع هذه المؤسسة إنها تحول تقديم خدماتها للإطار الرقمي لراحة المستهلكين، ولكي تواكب المؤسسة نفسها ما يحدث حولها في العالم. أما مسألة الاستراتيجية ممكن تأخذها في معناها العام هي خطة العمل التي من خلالها تستطيع الوصول لتحقيق أهدافك. فيبقى من خلال الكلام السابق مسألة استراتيجية التحول الرقمي هي خطة العمل التي تتبناها الدولة متمثلة في الجهات السيادية فيها، خصوصا في الوزارات السيادية زي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان. أمام فرصة كبيرة جدا في أن هي تتبنى استراتيجية وفقا لرؤية قائمة على إطار وطني سوداني لا ينفك أو لا ينفصل عن الإطار العالمي بأي حال من الأحوال. جميل. لو جينا تكلمنا طبعا أي شغل أنت بتتكلم عن التحول الرقمي ده الآن، هنا زي ما شايفين التوسع كبير جدا. نعم. ليه؟ لأنه في بنية تحتية، أثر البنية التحتية في التحول الرقمي، ودي حاجة صحيح. مهمة جدا. صحيح. كمحور. تفضل. أكيد.
أكيد أثر البنية التحتية طبعا ما في كلام. يعني إذا أنت عاوز تخلي المؤسسات بتاعتك تعمل يعني وفقا لنظام التحول الرقمي, أنت بتحتاج للمسائل الإلكترونية والمسائل التقنية اللي بتنجح هذا الأمر. برضو بتحتاج للعقول وللبيرسونيل, بتحتاج تنفتح أكثر على العالم, تشوف الشركات أو الجهات الموثوقة الممكن توفر لك أمور زي كده. أيضا برضو بتحتاج تنظر للوضع عندك في السودان. شركات الاتصالات هي معول كبير جدا, لا يمكن أن نتجاهل بأي حال من الأحوال في مسألة التحول الرقمي وإنجاحها. فدي يمكن الأبعاد اللي أنت بتحاول تتحرك فيها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والتقنية اللي متوفرة في العالم حولنا. يبقى المبادرة والاقتناع الداخلي نفسه بأهمية التحول الرقمي وإنه خيار استراتيجي هو أمر يعني الدولة لازم تزعى فيه بشدة في السودان, وخصوصا يعني نحن في عهد بتاع تغيير, عهد بتاع مفاهيم جديدة, عهد البلد ممكن تكون مقبلة على فرصة كبيرة جدا فيه. فنزل الله سبحانه وتعالى إنه يعني نرى كل هذه الطموحات على أرض الواقع إن شاء الله. شنو اللي بيقلل يعني شنو اللي بيوفروا لنا عشان يعني لما نحن نستخدم الرقم الوطني يعني الجهود العامة يعني للدولة يعني أو أعباء الدولة الممكن يخففها التحول الرقمي؟ نعم الأعباء طبعا أنت بتقوم تحسبها في إطار الأعباء المترتبة على عدم التحول الرقمي. يعني على سبيل المثال مثلا إذا أنت عندك معاملة في مؤسسة ما في السودان مثلا, أنت بتضطر أنك أنت تزور المؤسسة دي بنفسك. يعني أنت لازم تنتقل من البيت, تمشي بالسيارة بتاعتك أو تمشي بوسائل الانتقال المعروفة أو يعني whatever يعني أنت استخدمته. فشوف الجهد الزمني اللي أنت بتبذله, الجهد المالي اللي أنت حتصرفه, وظروف الطريق نفسها, والزحمة في الشارع خفت كثير جدا. وشوف أنت من الوقود اللي أنت بتستهلكه لحد ما تصل, السيارة اللي أنت بتسوق لحد ما تصل المؤسسة اللي أنت عاوز تطلب منها الخدمة. الآن بتطبيق التلوز. خلاص بتطبيق خلاص أنت من مكانك موضوعك هاي. يعني تقدر تطلب الخدمة كل شيء. طيب جميل. نشوف أستاذ دكتور أنور. دكتور أنور لو جينا تكلمنا في ظل جائحة كورونا كوفيد 19, الآن العمل الآن كله هو زي ما ذكر الآن صار طبعا عبر المنصات, يعني كله عبر المنصات, فكل شيء والتطبيق. في تطبيق بس عايز أسألك منه لأنه متلخبط أنا وإبراهيم كنت بتكلم عنه, في يسر, في تطبيق اسمه يسر, هو ده تبع التحول الرقمي ولا لا؟ طيب هو فيه ولا الاسم ده لا موجود؟ موجود. مش اتكلمنا عنه. التطبيق مش يسر, يسر جهة بتراقب التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. هي جهة تراقب. أيوة تراقب وتضع سياسات وإجراءات لمراقبة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. متابعة يعني. أيوة لكل. أيوة فده يمكن سعادة البروف تفضل واتكلم في النقطة بتاعة التحول الرقمي. الجميل هنا في المملكة العربية السعودية إنه في رؤية, وكلكم بتعرفوا يمكن رؤية 2030. أيوة الرؤية انبثقت منها الخطط الاستراتيجية, من ضمنها التميز الأداء الحكومي. يعني ده محور موجود في في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. المحاور الثلاثة اللي موجودة بالنسبة للرؤية قلنا يعني منها تميز الأداء الحكومي. عشان الأداء الحكومي يكون متميز لابد من وضع خطة استراتيجية ملزمة لكل المؤسسات الحكومية. ثم تقوم جهة ما بمراقبة تنفيذ الخطة دي لدى المؤسسات. لسه ما جينا للتنفيذ. أيوة. مراقبة. أيوة. لازم لما تضع خطة لازم تضع آليات مراقبة وقياس لهذه شنو الخطة. فزي ما قالت الأستاذة ناهد, يسر هي الجهة اللي بتراقب تنفيذ خطة التحول الرقمي لدى المملكة العربية جهة حكومية السعودية. يعني أيوة تابعة للحكومة. وأساسا طبعا التحول الرقمي بيبدأ من الحكومة ثم يلحق بقية الناس اللي هو المؤسسات الغير ربحية
والقطاع الخاص. الآن عبر التطبيق زي ما قالت الأستاذة يعني ممكن تجري كل المعاملات تبعك عبر تطبيق الجوال, إذا كان مع وزارة الداخلية بأبشر أو مع أي جهة من الوزارات الثانية عبر التطبيق بتاعهم, تعمل كل الخدمات تبعك الخدمات البنكية من غير ما تتحرك. وده يمكن إجابة على سؤالك, التوفير توفير الوقود, استهلاك الشوارع, الصحة. يعني أنا لو مشيت في الشارع وفي زحمة مواصلات عرضة للحوادث, حادث معنا حتحول لمستشفى, مستشفى يعني وزارة الصحة تدفع علي, فسلسلة دي كلها التلوث البيئي. أيوة التلوث. فالسلسلة دي كلها بتختصر صحيح بتطبيق جوال, تطبيق وبتوفر جوال. شوف توفير القيمة نفسها. أيوة توفير. فالآن ده أقوله لو الحكومة يعني إن شاء الله عزمت في إنها تتبنى رؤية للبلد, وضعت خطة استراتيجية, وضعت خطة للتحول الرقمي, في اقتصاد كبير راح يتوفر لصالح الحكومة ولصالح المواطن. يعني الليلة عشان أنا أطلع من أمدربان عشان أقضي معاملة في الخرطوم ممكن أخسر 2000 جنيه أو 3000 جنيه, واحتمال مادتين حد ما تصل 4000 جنيه. عرضة السخانة, زحمة المواصلات. في إشكالية هناك قبل تكلمنا عنها, البنية التحتية هناك طبعا شبكة طاشة. أيوة يعني ما تقدر تعمل أي حاجة. أزيدك من الشعر بيتين, والكهرباء قاطعة. يعني أي إشكاليات. أيوة. البنية التحتية, عشان كده سألت السؤال ده مهم جدا. البنية التحتية مهمة جدا. تمام. يعني برامج زي كده يستحيل أنها تمشي في بلد يعني صعب. تمام. نعم. طيب نحن خلينا نقول يعني ما دارين نتحول رقميا 100% زي السعودية, لكن ممكن نتحول 50% 60% برضه. عاوز خطة استراتيجية. أيوة وكل شيء بخطة رغم الظروف الصعبة اللي انت اتفضلت بيها. عايزين خارطة الطريق. أيوة لازم خطة من الحكومة وملزمة لدى الجهات الحكومية وملزمة لدى الجهات الحكومية وتراغب من قبل جهة ما الشهر ده. يعني هو التحول الرقمي شنو؟ هو التحول الرقمي نموذج العمل الموجود حاليا اللي هو النموذج التقليدي, إدارة عليا, موظفين, هيكلة كاملة يعني. أيوة إلكترونية, التطبيقات الموجودة بتاعت الكمبيوتر ده موجود الآن في كل المؤسسات. فده اسمه نموذج تقليدي كلاسيكي. طيب التحول الرقمي شنو؟ التحول الرقمي نجيب التقنيات الحديثة ندمية مع النموذج الكلاسيكي أو التقليدي دي. التقنيات الحديثة زي شنو؟ يعني مثلا أبسط السوشيال ميديا, مواقع التواصل الاجتماعي. أيوه. الآن كل موقع إلكتروني لجهة ما مؤسسة أو وزارة مفروض يكون في زيل الموقع تلقى الواتساب شعار موجود, الفيسبوك شعار موجود, التويتر شعار موجود, إنستغرام شعار موجود. أيوه. دي غنوات التواصل الاجتماعي. طيب دي ليه موجودة؟ لأنه الناس بيشوفوا خدمات الجهة دي من خلال المواقع دي. إذا كان بيحمدوا بيسنوا على الخدمات دي أو بينتقدوها, فالناس عبر المواقع دي بتعرف الأداء, بتعرف الخدمات المتوفرة. يبقى كونه دمجت التقنية أو التطبيقات الحديثة في الموقع الإلكتروني لدى الوزارة, أنا أدخلت تقنية حديثة وبديت في عملية شنو؟ تحول رقمي. الشيء الثاني, لو عندي موقع إلكتروني وعندي كمان تطبيق جوال, الآن شوف السودان ممكن نقول 80% من السودانيين فوق سن 18 سنة عندهم جوال.
الحبوبات عندهم امبارح تمام أه. وممكن يكون في 80% في 70% عندهم السمارت فون اللي هو الجوال اللي ممكن تنزل فيه يعني. التطبيقات نعم. من السوق بتاع التطبيق اذا كان اندرويد او الاي او اس. طيب اذا كان التطبيقات بتنزل تطبيقات المؤسسات او الجهات او الشركات او البنوك بتنزل في الجوال معناها انا ادخلت تقنيه رقم 2 من تقنيات التحول الرقمي لدى المؤسسات والوزارات والشركات. تقنية رقم 3 الآن ما كل شركة أو مؤسسة أو وزارة عندها المقدرة في إنها تبني أو تؤسس لإدارة تقنية معلومات باحتياجات التحول الرقمي. يعني عدم استجابة. أيوة. ما مقدرة. لأنه ما في مقدرة. أيوة. طيب في الحل شنو من الحلول؟ نسمع بالحوسبة السحابية. فالجهات دي ممكن تؤجر مساحات تخزينية في السحابة وتبدأ شغولها بتاع شنو التحول الرقمي. وهناك تقنيات كثيرة. نعم. جميل. حنسردها وإحنا ناخد كمان فرصة أيوة. مع البروف يعني مصطفى. إحنا بدينا بالكلمة مشكلة بدينا بالقطاع الخاص هسي في الترحال يعتبر تطبيق أيوة. سهل لا مشكلة أيوة. فهو تطبيق يعني ممكن الناس تتعلم منه ممكن أيوة. أو تكون بداية لتعلمنا يعني نعم. إن كيف نتعامل مع التطبيقات الرقمية. نعم نعم. هي ما يلا بس هي الإشكالية أيوة. قبل قلناها البنية التحتية يعني حتى بعض الشركات الآن اللي عندها تطبيقات في السودان برضو بتعاني من بعض الإشكاليات في إنه بتتعطل لأسباب كثيرة يعني ممكن برضو مع شركات الاتصالات أو غيرها أو الكهرباء المافي وحاجات كثيرة جدا جدا. هنجي راجع لك تاني لكن عايزين نزل البروف أي عمل في الدنيا دي ممكن يكون عنده أثر سلبي وأثر إيجابي يعني عفوا أي عمل يعني أي عمل بيكون فيه أثر إيجابي وأثر سلبي. كمان التحول الرقمي ده أكيد عنده أثار إيجابية كويسة جدا إذا قلنا السلبيات ممكن تكون بسيطة لأنه حلها وإحنا ماشيين أصناع في خارطة الطريق أكيد هو ما تعملت خارطة وتعملت بلان بالتالي السلبيات قد تكون يعني جانبا لكن الإيجابيات كثيرة يعني واحدة منها جذب التجربة حقة العملاء مثلا الثاني هي شنو الإيجابيات يعني الإيجابيات يمكن يعني سردت من خلال الحوار يعني كان أهم شيء فيها هو مسألة شراء الزمن يعني الزمن المهدر ده أنت بتقدر تشتريه وكون تشتري الزمن دي مسألة ما سهلة يعني لأنه بتوفر وقت تقدر تستفيد منه في أشياء تانية. تاني الحفظ على السلامة الشخصية وفي نفس الوقت من الإيجابيات إنه الخصوصية العالية لبياناتك اللي ما بيقدر يطلع على شخص تاني إلا أنت أو الموظف اللي بيأدي العمل ده أو الشخص اللي عنده صلاحية للدخول للنظام يعني الأمان العالي دي من الإيجابيات أيضا الجانب الاقتصادي برضو وكده. طيب ما هي كمان في جوانب تانية سلبية لا ما سلبية بتكلم برضو عن إيجابية زي تعزيز التعاون والتواصل بين الناس واحدة من الحاجات الكويسة الابتكار أنت حتى وانت في التطبيق أنت كل يوم الليلة التطبيق نزلت لكن بكرة عايز تبتكر كمان حاجة أحسن يعني دي كلها إيجابيات أنا بفتكر ولا كيف رأيك برضو من الإيجابيات الثانية أنه بيقلل الأمية الإلكترونية يعني أنت الليلة لو بقت الدولة ملزمة للناس أنه يستخدموا التحول الرقمي أو يستخدموا البرمجيات في أنهم هم يقضوا مصالحهم بالتالي الشخص اللي بيكون عنده أمية إلكترونية لازم يلحق برقب التعلم الإلكتروني وكذا لأن المزال أصبحت إلزامية وما في مناص منها فدي يمكن من الفوائد يعني بعدين التدريب هسي كثير منشوف إنه في تطبيقات الآن أو دورات بتتم خاصة في التحول الرقمي ده كله لزيادة عدد الأفراد اللي ممكن يستعمله أو صح. نهضتهم صحيح. صحيح. نعم. طيب والسلبية والله شفنا الايجابيه الايجابيه ما شاء الله عليها ايوه هي مريحه انا ما شايف لها سلبيه والله والله انا برضو قاعد اقول ما فيها سلبيه لكن اكيد مصير اسال السؤال ده والله هو انت لو جيت وضحت المساله دي في كفه ميزان يعني بتلاقي دائما زي انت ما تفضلت انه الايجابيه هي اكثر من السلبيه يعني تحويل حياه الناس تجاه الراحه تجاه الرفاهيه تجاه اشياء ايجابيه كثيره جدا الكلفه الاقتصاديه والتوفير وخلافه لكن يمكن من السلبيات انه ما الكل بيقدر يتعامل
مع التحول الانترنت او التحول الرقمي، خصوصا يعني مثلا في السودان يعني، لانه التجربه قاصره على اشياء محدده من خلال استخدام الجوال او كده، او في فئه معينه هي اللي بتستخدم يعني. طب اديك سلبيه قول لي اذا صح ولا غلط. نعم انا بس بقول يعني. طيب قال لي لما كل الناس تتعامل مع الانترنت ومع التطبيقات بالتالي بقل عدد الموظفين اللي بيكونوا موجودين معي، يعني في ناس حيكونوا عطاله ولا كلامي أيوة. غلط؟ ايوه صحيح. دي ما هنا بتفتح الباب للمهن بتاعت المستقبل حيكون شكلها كيف. أيوة. يعني أيوة. لانه الان التكنولوجيا اصبحت يعني بتهاجم الكثير جدا من المفاهيم التقليديه الموجوده في اذهاننا تجاه ممارسه العمل نفسه. فبالتالي حيكون يعني تقليص للموظفين. تقليص للموظفين، وفي الحالة دي الموظفين بيكون أول بيرسونيل ديل اللي تم تقليص وظائفهم يجب عليهم أنه ينتقلوا لقطاعات تانية يعني تقدر تستوعبهم يعني. الأمر الآخر يعني أنه الحياة حتبقى شكلها يعني ماشي تجاه الرقمية أكثر، ودي ممكن تكون حياة إلكترونية عالية الدسم. ثورة يعني التكنولوجيا. طيب احنا نمشي نطلع نديكم أغنية كده كويس ونجيكم راجعين تاني لهذا. أنا عندي كلام في السلبية دي شوية. طيب نسمع أغنية ونجي راجعين. Bye.
انت من قبلك غريب معرفته غير الزمن. احبابي من قبلك دموع واصحابي من قبلك سجن. كان عمري حفلات بضياع ماليهم قيمه ولا ثمن. يوم ما عرفتك كان سنين العمر والنوي انتهن. يوم ما عرفتك كان سنين العمر والنوي انتهن. فضلت اتحسر واقول اقول اقول مشاهدينا الاعزاء. الشاب ده والله ما شاء الله يعني مبالغة ادى الاغنيه دي اداء رائع. امجد السراج تقريبا. ايوه امجد. نعم. بيقلد صلاح البادي بصوره قويه جدا. يعني حتى الضيوف بيقولوا احنا لسه ما رفعنا راسنا على الشاشه كنا مبتكرين ان ده صلاح البادي اللي بيغني. ايوه. نعم. رجعنا لكم بعد الاغنيه وكنا بنتناقش عن سلبيات التحول الرقمي. وعندي سؤال للبروف. يا بروف، القرصنة والهكر ممكن يكون واحدة من السلبيات اللي ممكن تضيع علينا، يعني تضيع علينا حاجات كثيرة جدا، وخاصة يعني التحول الرقمي عبر البنوك وحتى عبر الإجراءات العادية برضو ممكن تأثر علينا. مزبوط. طبعا كل مشروع وعنده تحديات، ومشروع التحول الرقمي يعني واحدة من التحديات تبعه موضوع الأمن أو السكيورتي. وده طبعا سوق رائج يعني عنده فرسانه. أيوة. وبالمقابل في الناس اللي ضده. أيوة. فده سوق ما عنده حل. الحل الوحيد انه تعمل اجراءات امنيه قويه عبر خبرات مدربه بشكل جيد، عبر برامج
تساعد في عملية اقتناص الهاكرز ديل أو اللي بيجوا في شكل فيروسات أو وما إلى ذلك. وده عنده شق برامج وعنده شق عتاد صلب يعني سوفتوير وهاردوير. فده جزء مغدر وله اعتباره في عملية التحول الرقمي. فما يعني بسبب الهاكرز والقرصنة رح نسيب المشروع ده ليه؟ لأنه الفوائد بتاعته أكتر بكتير. وممكن محاربة القرصنة يعني يمكن محاربتها وكشفها بسهولة من خلال المتدربين ومن خلال الأجهزة الحديثة والتقنية ما هي وما هو متقدم طبعا. لو جينا تكلمنا بروفيسور برضو عن أنه اليوم أي شركة بتستعمل هذا التطبيق ممكن وفي استعمال التطبيق هي عايز تعزز خدماتها، عايز تعزز قوة شغلها أو قوة عملها، بتحتاج فعلا لورش كبيرة جدا تدريبية لأنها هي تشوف أي نوع من المجالات بيحتاج التطبيق ده يكون أقوى. يعني أنا قد لا أستعمل التطبيق قد لا يكون قوي. نعم لازم أنا أكون في ورش تدريبية دورية يعني كشركة على أساس أن أنا أستعمل التدريب أو التطبيق المناسب لشركتي أو الجديد والحديث. واصل لكلام الدكتور انور، يعني هو يتكلم عن التدريب واحده من الريسك اللي بتكون موجوده في القرصنه وكيف التقلب عليها وكده. فيما يختص بالسؤال، يعني التدريب مهم جدا لانه التدريب بيرفع من قدره البيرسونيل اللي موجودين في المؤسسه نفسهم، بيطلعهم على الاشياء المتوفره الحديثه اللي موجوده في السوق اللي ممكن هم يستفيدوا منها اذا كان في تعزيز الامان او التحديث الدوري للخدمه وتقديم الخدمة بشكل أفضل وشكل أجود مما كان سابقا. وده طبعا بيندرج تحت عمليات التحديث الدورية لقواعد بيانات المؤسسة نفسها والبحث عن مواطن الضعف وين وكيف يتم حلها وتجاوزها. وشوف المناسب ليك شركة صحيح وما يناسب السوق، ما يناسب نوعية المستخدم اللي عاوز يستفيد من الخدمات اللي انت عاوز تقدمها. دراسات يعني ما بالشي ساهل. صحيح أبدا أكيد. يعني نحن ذاتنا يعني الخطة الاستراتيجية اللي في البداية ذكرتها أنت مهمة جدا بحيث أنك تأمن كل التحول الرقمي أو التطبيق اللي أنت عاوز تعمله بشكل جيد ومتقن. نحن وصلنا لنص سهرتنا. أيوة نحن حنطلع فاصل ونجي راجعين.